مواسير، خلينا نقول لكم مواسير، وبتسحب الغاز وبتحرق وبتنشف. تصير على الخليه الاولى، على الثانيه، على الثالثه، الشركه هاي تركب مولدات وتسحب الغاز وتنتج كهرباء. بس تخلص من 9 خلايا كامله وخلصت انا الغاز كامل، بتصير اللي فيها التاي مع عمر 30 سنه بتصير عباره عن تربه خصبه جدا، سماد، سماد عضوي. السماد العضوي شو بساوي بالتربه؟ بتصير خصبه جدا، فبتصير صالحه للزراعه، فبتصير عباره عن حدائق، بزرعوا فيها شجر مباشره وبتصير حدائق. هسه افتحوا على الانترنت اكتبوا بس هيك بعد الاكتمال من مكبات النفايات ماذا يحصل او شو بصير؟ بتصير ملاعب جولف. اوروبا بسووها ملاعب جولف، لان التربه صارت فيها نسبه سماد عالي وصارت خصبه جدا انه يطلع فيها عشب وخلينا نقول غطاء نباتي. اوكي؟ هلا بالنسبه لسؤالك، انت بتقول المياه الجوفيه، هي وين في عندنا بير مياه جوفيه بعمق 360 متر، عمقه تحت سطح الارض 360 متر، بيعطينا معدل ضخ تقريبا 55 متر مكعب بالساعه ميه مياه جوفيه. طبعا غير صالحه للشرب لانه بتكون فيها نسبه الكبريت عاليه لانها منطقه صحراويه. هلا احنا شو بنساوي؟ كل 6 اشهر ناخذ عينه ميه وبنفحصها بالجمعيه العلميه الملكيه ومختبرات سلطه المياه، وزارة المياه حتى أتأكد. هسا كل شيء له مواصفة، يعني بمعنى هسا المرض عبارة عن شو؟ أعراض زيادة أو نقصان، إلك حد معين المفروض ما تتعداه.